محمود الشناوي المحامي الخاص بالطفل زياد حسن الشناوي المتهم في عدة قضايا سرقة ومقاومة سكر. النيابة العامة أحالت الولد الصغير لتهمة السرقة فقط واستبعدت المقاومة السلطات رغم أنها مذكورة في القضية. عنده كم سنة؟ عنده 3 سنين. هو الحدوتة بتكمن في أن الولد الصغير دوت عنده عربية باسمه أبوه كاتبها له، وهو أساسا مقاول من كبار المقاولين في البلد، بيقوم بتشييد أعمال إنشائية في مصر، ونتيجة أنه عنده معدات وعربيات قام كتابة أحد العربيات لعياله، يعني كتابة باسم الولد الصغير دوت، ومأمور الضبط القضائي اللي هو لواء المحاجر الرجالة بتاعته أفراد القوة المرافقين دي معاهم اللوحة المعدنية، رقم اللوحة المعدنية بتاعت العربية، وكل يوم اللي بيصحى بدري الأول بيروح يعمل محضر باسم العربية. نزلنا في عدة جلسات وخدنا براءات باسم الولد وهم على علم وعلى يقين، واتصل علمهم عن طريق وسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية بأن تم الزج باسم صغير لم يتجاوز 7 سنين، عنده 3 سنوات، وأن القانون بيمنع مسؤوليته الجنائية وفقا لنص المادة 94 من القانون 126 لسنة 2008 قانون الطفل، ومع ذلك لم تأخذه شفقة أو رحمة للطفل، لازال مستمر في تحرير المحاضر. مين؟ هو اللي هو اللي هو بتاع المحاضر. لازال مستمر. خلاف بينه وبين والد الطفل يعني. الله أعلم، لخلاف في نفسه، هو استهوته وشهوة الإنسان إنه هو يحرر المحاضر دي ويوقع عليها بتوقيعه. المحاضر دي كلها محاضر كيدية، محاضر لم يحدد فيه في أغلبية الوقائع اللي عملها لم يحدد مكان ضبط الواقعة، محاضر مجهلة. ثابت الكلام ده من أوراق التحقيق، وقدمته للمحكمة النهاردة، وأنا طلبت من المحكمة ليس براءة المتهم فقط لا غير، بل إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو التحقيق مع محرر هذه الوقائع فيما أجراه من وقائع كيدية إضرار بهذا الطفل اللي تجاوزت مجموع الأحكام عليه 5 سنوات و3 شهور، ولازال جاري البحث في أروقة تنفيذ الأحكام عن قضايا أخرى، لأنه هو لسه مستمر في المسلسل بتاعه ما توقفش عنه، لسه شغال قاعد يحرر المحاضر. مجموع القضايا اللي احنا جمعناها الأبناء لإخوات زياد وأبناء عمومته من سنه برضه من سن 5 سنوات و6 سنوات وصل ل17 قضية لغاية دلوقتي. وللأسف الشديد احنا أرهقنا من كتر ما احنا بنترد يوم بعد يوم أو يوم ورا يوم على ساحات المحاكم. النهاردة كان الطفل داخل على القاضي نايم، والناس بتفتكر ان احنا بناخده شيء من التوك شو او السوشيال ميديا، لكن المسألة مش كده خالص. المسألة ان هو القانون بيفرض عليا في المادة 237 حضور المتهم بشخصه في الأحكام واجبة النفاذ عقب صدورها، وحدد ايه هي طبيعة الجرائم اللي بيصدر فيها أحكام واجبة النفاذ في المادة 463 اللي هي جرائم السرقة وجرائم التعدي الشديد. فاحنا كان لابد من اننا نحضر النهارده، الولد كان نايم على نفسه لان انهك من الاجهاد والتعب، وكل يوم بيجي من الساعه 6 الصبح يحضر في المحكمه، يمثل امام القضاء في دوائر مختلفه، والحمد لله ربنا اكرمنا في كل القضايا اللي نصب لي فيها اتهامات تم تبرئته منها، وتم احاله معظمها الى النيابه العامه لاتخاذ شؤونها. وانا النهارده طلبت ضم القضايا دي كلها في ملف واحد، وانا بدوري كمحامي للطفل والده تقدمت البلاغ للسيد النائب العام فيما شابه هذه الاوراق من فجر وتلفيق إساءة لاستعمال السلطة المخولة لمأمور الضبط القضائي واستغلالا لنفوذه لأنه معه الضبطية القضائية فيفعل كيفما شاء، يفترض فيه أنه محل ثقة للجهات المعنية، ولكن نسي وتناسى أن هناك نائب عام ورقيب عليه فيما يقوم به من أعمال ضبطية قضائية، له أن يحاسبه وله أن يحيله للمحاكمة الجنائية إذا رأى أنه قد تجاوز حدود وظيفته وأساء استعمال سلطته. وأنا طبعا يعني الموضوع حديث وجديد من نوعه، لا هو تشابه أسماء ولا هو خطأ مادي غير مقصود، بل هو خطأ مش خطأ، هو إجراء عن عمد، لأنه قد تحرى واستعلم
من الإدارة العامة للمرور وأتت ببيانات واضحة وصريحة أن زياد حسن قناوي يخضع لولاية والده، يعني إذن عديم الأهلية وعديم التمييز وعديم المسؤولية.